السلام عليكم طلابنا الأعزاء، إن شاء الله راح ننفذ بهاي المحاضرة العملي البرنامج الخاص بالأريثمتيك أوبريترز. طلاب، هيكلة البرنامج ثابتة ومشروحة بالمحاضرات السابقة، لذلك راح نبلش مباشرة بالبودي مالت الدالة الرئيسية اللي هي المين، ونكتب برنامجنا داخل الدالة الرئيسية اللي هي المين فانكشن داخل الأقواس. طبعا الهدف من البرنامج هو تشييك عمل الأريثمتيك أوبريترز على عددين فقط. فهذا البرنامج راح أنبدأ ببرنامج الكود بلوكس، والكود بلوكس عرفتوا طريقة فتح البرنامج والتعامل مع البرنامج بالفيديو الأول. فحاليا راح أنسخ هذا الكود اللي موجود داخل الأقواس ضمن بودي مالت المين وانقله بالكود بلوكس كالتالي. هذا الكود بلوكس الهيكلة ثابتة، فمباشرة جبت الكود وخليته داخل البودي مالت المين. فبالبرنامج راح نعرف متغيرين من نوع انتجر. انتجر يعني عدد صحيح. الاول اسمه اي، اسمه بالذاكرة اي، وقيمته 13. انتجر اي يساوي 13. والمتغير الثاني بالذاكرة اسمه بي، وقيمته 5، وايضا من نوع انتجر، وتفصلهم بفارزة لان اثنينهم من نوع انتجر، وتخلي بنهاية الجملة فارزة منقوطة لان كل جملة برمجية لازم تنتهي بفارزة منقوطة عدا بعض الجمل اللي راح نتطرق لها بالمحاضرات القادمة إن شاء الله. فبهذا البرنامج راح نشيك عمل الأريثمتيك أوبريترز على المتغيرين الـ A اللي قيمته 13 والـ B اللي قيمته 5. فأول عملية من نوع الأريثمتيك حسابية هي عملية الجمع. فبالجمع طلاب راح نستخدم إشارة الجمع اللي هي الزائد، وراح نطبع نتيجة جمع الـ A والـ B كالتالي. تكتب دالة الـ Cout الدالة الخاصة بالطباعة، وتخلي الـ Output Operator بهذا الشكل، وتخلي هنا المتغير الأول اللي هو الـ A، فهنا راح يطبع لك قيمة الـ A لأن ماكو Double Quotation، فتنطبع 13 لأن قيمته بالذاكرة 13. بعدين تسند الـ Output Operator الثاني لأن عندك طباعة ثانية، وتخلي داخل الـ Double Quotation إشارة الزائد على مود تنطبع كما هي، فراح يصير 13 زائد. وبعدين تخلي الـ Output Operator وتسند قيمة الـ B قيمته هنا 5 كمتغير بالذاكرة لأن بدون الدبل كوتيشن، فراح يطبع البرنامج 13 زائد 5، وبعدين يطبع اليساوي كما هي لأن بين دبل كوتيشن، وأخير شي راح يطبع نتيجة جمع الـ A زائد الـ B، الـ A 13 والـ B 5، فيجمعهم وينطيك النتيجة اللي هي 18. وهنا تستخدم الدالة ANDL وتخلي فارزة منقوطة، وإن شاء الله راح نشرح شغل الدالة AND-LINE هاي المحاضرة. فثاني عملية طلاب هي الماينس B، يعني نضع إشارة السالب للمتغير B، يعني إذا هو موجب 5 فيصير سالب 5. فنطبع هاي العملية كالتالي، تستخدم دالة الطباعة Cout مع الـ Output Operator، وتخلي السالب B يساوي داخل الـ Double Quotation على مود تنطبع هاي الجملة كما هي لأغراض ترتيب البرنامج، وبعدين تسند الـ Output Operator وتخلي قيمة المتغير B مسبوق بإشارة السالب، فالـ B بالذاكرة 5
فراح يطبع لك سالب 5، وبعدين end line فارزة منقوطة على مود تنزل سطر جديد بالبرنامج. ثالث عملية هي عملية الضرب. اوبريتر الضرب هو الستار، النجمة اللي موجودة بالكيبورد برقم 8. فهذا الاوبريتر خاص بعملية الضرب، فنطبع وننفذ عملية الضرب الاي والبي كالتالي. سي اوت قيمة المتغير اي هنا راح تنطبع 13 لان بلا دبل كوتيشن. هنا داخل الدبل كوتيشن الستار تنطبع كما هي، فراح يصير عندك هنا 13 في، وبعدين قيمة البي بلا دبل كوتيشن على مود يسحب قيمتها من الذاكرة اللي هي 5، فصارت كأنه 13 في 5 اللي يساوي داخل دبل كوتيشن على مود ينزل كما هو لأغراض ترتيب البرنامج. تخلي الأوتبوت أوبريتر وهنا تضرب الأي في البي، يعني الشغل كله قاعد يصير بهذا الجزء. فهنا راح المتغير أي اللي قيمته 13 ينضرب بالبي وينطبع، وبعدين end line على مود ينزل سطر جديد. رابع عملية هي عملية القسمة. اوبريتر القسمة يكون هذا الشكل، تنتبهون على هذا الاوبريتر. فعملية قسمة الاي على البي تتم كالتالي، نفس الشيء تخلي سي ارت متغير اي بلا دبل كوتيشن على مود تسحب قيمته من الذاكرة 13، الديفيجن اوبريتر داخل دبل كوتيشن على مود ينطبع كما هو لأغراض ترتيب البرنامج وأغراض توضيحية، وبعدها تسحب قيمة المتغير بي وتطبع على الشاشة اللي هو 5، ف13 تقسيم 5 يساوي، فهنا تتم العملية الأي تقسيم البي، فيقسم الأي على البي وينزل سطر جديد فارزة منقوطة. العملية الخامسة هي الريمندر باقي القسمة، وشكل هاي العملية هو النسبة المئوية موجودة بالكيبورد برقم 5. وظيفة هذا الأوبريتر لإيجاد باقي القسمة، فهاي العملية الحسابية راح تنطيك المتبقي من قسمة الأي على البي، يعني من بعد قسمة الأي على البي إذا تريد تحسب المتبقي تستخدم هذا الأوبريتر. وبنفس الطريقة سي أوت للأي 13 باقي القسمة من البي يساوي، وهنا تخلي الأي باقي القسمة من البي على مود تتم العملية اندل على مود ينزل سطر جديد. أما العمليات المتبقية الأربعة فهاي العمليات اللي هي الانكريمنت بمقدار 1، لكن هنا مثل ما تشوف الأي بلس بلس، وهنا عندك بلس بلس أي، وهنا عندك ماينس ماينس أي، وهنا أي ماينس ماينس، يعني نقصان بمقدار 1 وهنا زيادة بمقدار 1. الفرق بين هاي العمليات راح يتوضح بالمحاضرة القادمة بالجزء النظري، موضوع البريفكس والبوستفكس نوتيشن إن شاء الله. لكن دالة الاند لاين، تنتبه على هذا الشيء طلاب، هاي الاند لاين دالة بالسي بلس بلس جاية من مختصر اند لاين، الال هو لاين، نستخدمها على مود ننزل السطر جديد بالسي بلس بلس، يعني وظيفة هاي الدالة النزول لسطر جديد. يعني مثلا انت من كملت برمجة السطر الاول وخليت بي سي اوت، النتيجة جمع الاي مع البي، فعلى مود تنزل السطر جديد للسي اوت الثانية العملية الثانية، فهنا راح تستخدم الاند لاين الاندل دالة الاندل من نهاية السطر الأول وتخلي فارزة منقوطة.
بنهاية السطر الأول بعد الـ end line، على مود يتيح لك الـ C++ النزول السطر جديد لأغراض ترتيب البرنامج، لأن بدون الـ end line راح تندمج كل النتائج والمخرجات بسطر واحد وما تفرق بين النتائج، فهاي الـ end line جدا جدا مهمة لأغراض ترتيب البرنامج، فتنتبه على هاي الدالة. فحاليا المفروض من أنفذ البرنامج تنطبع لي قيمة الـ A اللي هي 13، بعدها زائد كما هي 13 + 5 يساوي 18، يعني هنا تتم العملية. ليش هنا تتم العملية؟ لأن هنا زائد بلا double quotation راح يروح القيمة الـ A اللي هي 13 ويجمعها مع قيمة الـ B اللي هي 5 ويطبعها بهذا المكان، لكن هاي العمليات هي مجرد لترتيب البرنامج، فهنا راح يطبع لك قيمة الـ A وهنا يطبع لك قيمة الـ B وهنا يخلي بيناتهم الجمع كما هو بدون عملية جمع، يعني ما راح يسوي عملية جمع، بس يطبع إشارة جمع وهنا يطبع إشارة اليساوي. العملية الرياضية الأرثمتيك تتم هنا، لأن هنا ماكو أي دبل كوتيشن. كذلك بالنسبة للجزء الثاني المفروض يطبع سالب بي يساوي كما هي، وهنا تتم العملية يخلي ماينس القيمة البي، البي 5 فيطبع -5. العملية الثالثة كذلك مفروض يطبع 13 × 5 يساوي وينطي نتيجة ضرب الأي في البي. الريزلت قاعد تتم بهذا الجزء، كذلك بالنسبة للقسمة والباقي القسمة والاند لاين على مود تنزل سطر جديد. فهسه راح ننفذ البرنامج. مثل ما تشوف هنا انطاك قيمة الـ A اللي هي 13 كما هي، الزائد كما هو نزل لأن بين double quotation، والـ B 5 واللي يساوي بين double quotation تنزل كما هي، لكن هنا تتم الـ arithmetic operators يجمع الـ A زائد الـ B فانطاك نتيجتهم 18، minus B يساوي -5، وهكذا بالنسبة لبقية العمليات. انتهى البرنامج الأول. هذا البرنامج طلاب راح يوضح عمل الـ Relational and Logical Operators، يعني عكس البرنامج السابق اللي شرح عمل الـ Arithmetic Operators. هذا البرنامج راح نوضح عمل الـ Relational and Logical Operators بالتفصيل إن شاء الله. فبهذا البرنامج طلاب راح نفرض عندنا 3 متغيرات، الأول والثاني من نوع انتجر يعني أعداد صحيحة. المتغير الأول اسمه A من نوع انتجر وقيمته يساوي 57، والمتغير الثاني اسمه B ونوع كذلك انتجر وقيمته يساوي 57، فارزة منقوطة نهاية statement 1. إذن عندك المتغير A والمتغير B لهم نفس القيمة اللي هي 57 من نوع انتجر. المتغير الثالث نوع البياني character يعني رمز، واسم المتغير بالذاكرة هو C وقيمته هو الرمز 9 وليس رقم 9. تنتبه طلاب تنتبهون على هذا الشيء، رمز وليس رقم، لأن نوع البياني كاركتر مو انتجر، فهنا 9 تعتبر رمز، لذلك هنا 9 مخلينها داخل single quotation. هذا single quotation اللي تشوفوه دليل على أنه 9 هي مو انتجر، مو عدد صحيح، إنما كاركتر رمز، يعني نوعها البياني كاركتر. هنا حتى تميز الكاركتر عن الرقم خلوا
السنجل كوتيشن. يعني طلاب كل رمز موجود بالكيبورد مالت الحاسبة، اي رمز الى اسكي كود يعني قيمة رقمية بالنظام العشري، يعني اي رمز الى بالمقابل اسكي كود قيمة رقمية. فالتسعة تعتبر كاركتر موجودة على الكيبورد فإلها آسكي كود مقداره 57. فالآسكي كود مال أي رمز أنطيك إياه بالامتحان على مود تعرف تقارن قيمته مع بقية القيم اللي ينطيك إياها بالسؤال. فأول أوبريتر هذا البرنامج هو less than، يعني الأصغر من. فأول عبارة راح يستخدمها بهذا البرنامج هو الـ A أصغر من 57، هنا خلاها داخل الـ double quotation على مود تنطبع كما هي، لكن الشغل الفعلي هنا لأن ماكو double quotation، فهنا راح يشتغل عندك هذا الـ operator اللي هو الـ less than. فهنا قيمة الـ A اللي هي 57 يشوفها هل أقل من 57 أو لا، يعني قارنهم. فهاي العلاقة تعتبر خاطئة false، لأن الأي مو أصغر من 57، لأن الأي هو يساوي 57، لذلك البرنامج راح يطبع 0 لأن false، وبعدها تخلي end line على مود ينزل سطر جديد. فهنا راح ينطيك النتيجة 0 لأن أنت قاعد تستخدم الريليشنال أوبريتر اللي هو less than. فعمليا بالتنفيذ هنا طبع لك الـ A أصغر من 57 يساوي هاي العبارة كما هي لأن داخل الـ double quotation تنطبع كما هي، وهنا راح يطبع وراها النتيجة، فالنتيجة هي 0 واليساوي هذا موجود هنا داخل الـ double quotation. ليش 0؟ لأن الـ A مو أصغر من 57، إنما الـ A يساوي 57. ثاني عبارة وثالث عبارة نفس الآلية، الـ operator اللي هو less than. فبالجملة الأولى راح ينطيك القيمة هي بأنه 57 أصغر من 90، ينطيك true يعني 1، فالمفروض ينطبع 1. وبالجملة الثالثة المفروض ينطيك false فينطبع 0. فعمليا الجملة الثانية ينطاك 1 لأن فعلا 57 أصغر من 90، والجملة الثالثة ينطاك 0 لأن العبارة صارت false. رابع عبارة اللي هي less than or equal، أصغر من أو يساوي، يقارن الـ A مع 57 وينطيك النتيجة، والنتيجة هنا true لأن الـ A هو 57، يا أما أصغر من أو يساوي، هو يساوي، فاليساوي هنا صححت هاي العبارة فينطيك true. فبالتنفيذ راح ينطي true اللي هو 1 لأن relational operator، فالنتيجة تكون أما 0 أو 1. خامس operator اللي هو greater than، أكبر من، فيشوف هل الـ A أكبر من الـ B، فأكيد هنا الـ A مو أكبر من الـ B فينطيك false يعني يطبع 0. سادسا greater than or equal، فأما greater than تتحقق أو الـ equal، فالـ A هو بالفعل equal للـ B فينطيك true يعني يهمل الـ greater than، لأن عندك or greater than or equal فينطيك true. فبالجزء العملي عندك خامس operator 0 لأن الـ A مو أكبر من الـ B، سادس عملية هي true فانطاك 1 لأن الـ A يساوي الـ B. سابع operator
اللي هو اللي يساوي يساوي الإكوال. هنا يقارن الأي مع البي ويشوفهم متساوين أو لا، وأكيد هما متساوين لأن 57 يساوي يساوي 57، فينطيك ترو يعني يطبع 1 على الشاشة. ثامن أوبريتر هو not equal، not equal هكذا يقرأ not equal يعني لا يساوي، فهنا راح ينطيك false فيطبع 0. تاسع أوبريتر هو الإكوال، فهنا يقارن قيمة الأي مع قيمة السي، الأي هي 57 والسي هي كذلك 57 لأن الأسكي كود مالت 9 هو 57، فهنا العبارة ترو فينطيك 1. فعمليا عندك هذا الجزء راح ينطيك ترو، وهنا راح ينطيك فولس لان نوت ايكوال، وهنا الاي يساوي يساوي السي ينطيك ترو اللي هو 1. عاشر اوبريتر هو اللوجيكال اوبريتر اللي هو الاند، فمثل ما تعرفون اي شيء اند مع الزيرو باللوجيك ينطي زيرو لان الاند بوابة ضرب كلوجيك جيت، فهنا راح ينطيك الريزلت 0 لان عندك اند مع 0 اند لاين على مود ينزل سطر جديد. الاوبريتر الحادي عشر هو الاور لوجيكال اوبريتر، فمثل ما تعرفون بالاور فقط 0 اور 0 ينطيك 0 عدا هالشي كلهم 1، يعني الاور دائما تنطيك 1 عدا حالة الزيرو أور وي الزيرو تنطيك 0، فهنا راح تعتبر هاي الجملة ترو فيطبع لك 1. الأوبريتر رقم 12 هو النوت، تنتبه هنا نوت إكوال، هنا النوت داخل على المتغير فهنا تعتبر كلوجيكال أوبريتر، فهنا نقصد بيها نفي السي، السي هي 57 فنفيها يصير 198 باللوجيك اللي أخذته بالمرحلة الأولى، لذلك العبارة خاطئة فولس تطبع 0 لأن الأي هو 57 ما يساوي نفي السي لأن نفي السي هو 198، فال 57 لا تساوي 198 فينطيك فولس، فهنا هذا يعتبر كلوجيكال اوبريتر، هنا يعتبر ريليشنال اوبريتر نوت ايكوال. واخر شيء يطبع لك قيمة الاي من العبارة الاولى فهنا 0 فالاي يطبعها 0، لكن ما تكون هاي العبارة ترو 1 فهنا راح يطبع لك قيمة الأي اللي هي 57، تنتبه على هذا الشيء. عمليا الأي آند مع الزيرو انطاك 0، الأي أور مع العشرين انطاك 1 لأن بوابة الأور، الأي يساوي نفل سي هنا راح ينطيك 0 لأن نفل سي صار 198، يساوي 57 فورس فانطاك 0 لأن ما يساويه، وبالأخير الأي يساوي 0 لأن آخر statement الأي ثبت على 0، لكن ما تكون هاي statement 1 result مالته هنا راح يطبع الأي اللي هو 57 الأصلي، فتنتبه على هذا الشيء. وطلاب تنتبهون على آخر ملاحظة بأنه الريليشنال واللوجيكال اوبريتر لازم تخلي العبارة داخل اقواس العلاقة، تنتبه على هذا الشيء لان انت قاعد تستخدم الريليشنال واللوجيكال اوبريترز لازم عندك اقواس العلاقة على مود يميزون الاوبريترز والكمبايلر يعرف
عمل الأوبريترز.